السلام عليكم شباب، شوفوا شو اخباركم، وياكم بهاء في فيديو جديد من لعبة المقهى. طبعا بالحلقة السابقة لعبنا ووقفنا المكان، بس شباب اسف لان لعبت شوي خلف الكواليس، لعبت شوية واشتريت لك طاولة واشياء، اشتريت بس قليلات يعني ما لعبت كثير. شنو هالصوت؟ شنو هذا؟ شنو ايش سويت انا؟ اطلع ماري ما اوكي شو ماري شو اسوي؟ ادوس سبحان الله صار قال اكره ما اشتري انا ما اريد اشتري. فلوس اجتنا فلوس شو ها؟ بسم الله بسم الله تونا بدينا تونا. شو نسوي لك؟ هاي نسيت شوال نسيت اللعبة. روحي لعبي شو اسوي؟ ما ادري هذا شنو؟ هارد يب اشتريت هارد. هاي هذا الاشياء اللي سويته يعني تقريبا بس طاولة سويت طاولة يعني باقي بس كمبيوتر اشتري عندي 700. يلا نشتري الكمبيوتر طبعا عندي فلوس هواي 712 حلو حلو نشوف اشتري الغالي شوية شوية شي غالي اشتري ابو 500 ابو 600 لا اشتري ابو 800 لا لا نشتري ابو 500 طبعا هاي لعيونكم شباب بس راح نفلس لو لا اعتقد راح نفلس سلم لي فلسني روح 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 لا لك شنو بوع جسر ما تقدر تتحكم باللعبة هذا هو الكمبيوتر ترى شنو بوع الكمبيوتر بوع الكمبيوتر احلى من هذا هذا شنو شركة براند شركة براند هذا شنو اي شركة شنو جمناستيك استغفر الله ما ادري شنو الشركة هاي يلا 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 هارد هذا الهارد نجيبه ونحطه او ماي جاد هاي اقوى من ديتش اهم حطينا اعوج وخلك الشاشة تختلف شنو سلام 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 من دخل هذا انت ادخل ما عندي العب بسرعة خلنا ننزل لان مو صار كارثة ترى ثواني احنا عندنا العاب ثانية شو ننزل ننزل ما عندي انا فلوس بس خلنا ننزل مثل هاي شنو ليفل 3 يا اخي بس ننزل ننزل انجلن يا اخي انا ما مو الا بفلوس يعني شو صار شو صار شنو وات شنو شنو ما سمعت صوت شباب شنو روحي روحي معذرين ما منزلين العاب توني توني جاي ننزل بقى نزلت تقيمي سلمي لا اعتقد بس هذا صوت طلع صوت توت 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 ما ادري عادي عادي يمكن الصوت من اللعبة ومن الصوت يعني ما الاغنية يلا 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 كملنا نزلنا كل الالعاب يلا صارت السلام السلام طيني بعد ايش قد اعطيتيني تقول اريد اخذ فلوسي اعطيتيني 147 تعال طيني بعد سلام سلام روح روح ايش قد اعطيتني فلوس تعال مورد 100 مورد 103 تعال طيني بعد تعال اضربك انا صوتي ما عندي هاي اذا ما تعطيني اكتلك طيني هواي عشان ايش بها يجيك من ضربك خافان علي شي مره ضربتك ليش ضربت الكيبورد انا شنو نايس لا مو نايس طيني بعد طيني هواي طيني طيني هواي طيني تعال طيني طيني والله ما تروح اخر اخر ما تروح تعال عشان جسر الجسر اريد طيني هذا باقني باقني ايش قد طيني ما شفت بس تروح العب روح روح ينزل تلعب روح 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 كشو كشو اضربك ذا ما تطين فلوس افتهمتني فاض الكمبيوتر ها بعد ما حد لعب استغفر الله العفو العفو ما حد لعب بي بالله هذا خوش كمبيوتر عشان اخ عشان خلنا نشتري هذا بس هذا راح نسوي كلش قوي اخ لا ما حد يلعب بي إذا أجاني واحد وذول كانوا مفولين ما حد يلعب بي كلا بعد ما خلنا نشتري بعد شغلة
هذا يقول لي بعد شنو تريد تشتري كيبورد اقوى من هذا؟ هو نفسه انا اشتريته نفسي. جتني 10 منين هاي؟ الله 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 ابو الموسى اخي. السلام ابو فوق. السلام عليكم شنو طيب ايش اعطتنا فلوس؟ السلام عليكم روحي لعبي. كوني روحي لعبي بس اياك وانت تلعبين بذاك. ليفل اب خوش قد اللي صار. اوه اقدر اشتري الالعاب جديده لان ليفلي صعد اكثر. نشتري الموس الجديد. هلا بعدك الموس ذاك الموس طار. الموس هنا ها شنو شنو صار ما ادري بس ماي جاد باع الماوس. باقي بس نشتري شاشه. الشاشه بيش الاخيره شابة مع الهارد. لك باع الهارد بيش. سلام سلام سلام. ثاني ثاني ايك بعد اثنين. يلا روح روح العب. يلا تبني له ولا تدي. صارت عندنا 259 المقعد. اقدر اغير المقعد؟ والله المقعد والله ما موجود مقعد مبدل. المقعد والطاولة. شوف المقعد الاخير بيش 900. قيسلم لي اذا اشتريته 900. نجمع 900. الطاولة بيش الاخيرة. اخ يمه شباب بلف شباب بلف بلف. لك هو الهارد بلف و 500 مدر بيش. شوف جيسون اي او ماي جاد. اللعبة قامت تعلق. شوي اللعبة هدي. اكو بعد طاولة؟ اي اكو بعد طاولة. بعد ما حد يجيني قيلي غيرش ما حد يجيني. فهمتي؟ او ماي جاد دفعني هاي. هي مو ديش المرة سرقت مني فلوسي. ما ادري شو سوت. لازم بيدي هاي بس تسوي الشغلة. اي هاي خمسة العاب انا منزل. او ماي جاد الكباع. باقي لي بس الشاشة وذن الطاولة والكرسي. ماكو حبيبي. روح حتى لو عندي حتى لو كيفي. انا ابو المحل كيفي الله روح لو ينزل تقييمك. سلم لي. نشتري طاولة ثانية بس ادري فلسنا كلش. احنا فلسنا. نشتري الطاولة الاولى اكيد ونشتري اول مقعد هم فلسنا. ايش قد صار المجموع ولا شنو؟ انا مشتري هذا. اعطيك ما اريد اخذ كرسي اللي سبح. استغفر الله قاعد تخبط. يلا اشتري. وين كرسي؟ حسبالي اخرى عندي. سلم له كوش قد 67. اقدر اشتري بماوس. شنو اشتري؟ هارت 30. اشتري هذا. اشتري لي هذا. ايش ده بحط لي بكرتونش كبرى؟ طين فلوس. قد ايش تروي؟ اي عدنا بعد اثنين بس. اياكم تروح بديج هيك الشاشة. ايش يصير؟ اشترينا ماوس. صارت عنده 300. حلو. طاولة وهاي اشترينا. او ماي جاد طاولة اشترينا وهذا اشترينا. نروح هنا ما عدنا هذا. الشاشة ما عدنا. ادري المجموع صار او ماي جاد 400. شيل هذا. صارت عدنا 100. اشتري بس لا يطلع. وقلت الكرتون مو كان ايش كبره؟ عندنا هاي. لا عاد شاء الله. لا ودول اثنين حزب توأم التوم. يا الله شو تحسين انتي؟ شو تحسين؟ شو هذا توأم التوم؟ كلش حساس التوم. توم شنو غير توم؟ بعد وين ما تلعب يعني وين تعال باوع لي باوع. لو تقعد على الطاولة وتظل ساكت. لو تلعب هنا بهاي. شنو اي لو تلعب هنا لا تلعب لو ضبط. يلا روح باي باي سلم. يلا اذا شنو اقدر اباوع لي فيديو. اباع فيديو تعال باي. نفس ديش المرة. بلعي تعوي معفني. شو سوى سي؟ شو مو قلت لكم هي
نفسها ذيك. شنو انت شنو نايم؟ يلا روح روح. شباب باع مو قلت لكم انا اللي او شاشه مطلبنا شاشه. شباب مو قلت لكم البنيه ذيك المره ذيك الحلقه شنو سوت هدي شنو هذا الكيبورد اعتقد اي الكيبورد. شباب الكيبورد مو كان ريموت وات هذا الكيبورد هذا اصلا ويا الشاشه صار بس هذا اسطوره بس هذا يعني ما جاي ترى ويانا كده. ها 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 اثنين وين تلعبون؟ اعذروني اعذروني. ها شنو يما انت شنو ترى اذا اشتريت لي طاولة ثانية يعني وين تلعبون شباب؟ لا تقييمي ما رد ينزل تقييمي ما اشترينا كيبورد وشاشة باقي نشتري او ماي جاد لا ما نشتري هذا نشتري هارد. شوف لك اشتري هارد اشتري هارد اشتري ماوس ماوس لا الماوس يفلسني اذا اشتري بس اشتري اقوى يعني شو مو كله نفس الشيء. اجوا بعد شباب الكراتين مو كبار شو قبل ما ادري تحولن ها ثواني انا اقول شو بقي لي هذا الهار ما بعدنا ما مشتري منه ولا بالماوس. هلا 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 لك هذا شوية احلى احلى من البقيات نشتري ماوس قديم لك بس هذا يا اخي بس خلص هاي اذا ما تطيني الفلوس تفرغ جيبها تفرغها ما نقدر نشتري شباب اكثر هذا انا اشتريت هذا لعد هذا الاخير شنو يمه لك هذا بيش ب1500 حبيبي انت وين انت بس انت حرك شوي اكو بس اوكي اللعبه بس جيت على بس تحرق اللعبه عذري ما شنو شباب ها شو سالفه هاي البنيه شو كل ما تجي بلعي تعال تعال بلعي هاي البنيه لازم شوف لها حل وا شنو انت ذيك المرة نفسك اجيت وخربت شنو شو سالفة انت شوف اكو بعضهم راح اضربهم بسبب يعني لا 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 والله ما ادري والله ما ادري لا 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 كم ضربتك انا ما ضربتك اول ما ضربتك ادري بي سي 222 او ماي جاد بقيتي بس انتي صارت ايش قد لو جيتي يلا يلا ماكو غير هذا خالص بس درب بس انا مساش صار طرت والله شلون شنو الدور المفتاح مال هذا الباب وشو كيف كان انا بدي اطلع يلا انت هذا مين ايوه السلام عليكم انا شخصين ندري نروح لعبوا روحوا بس عندك يقدرون يلعبون بهاي ما ادري اريد اخليهم يلعبون بهاي لو لا اقدر ابيع مثلا شغله من نوع جيم اقدر انزل 24 لعبه لك شنو طيب فلوسي تطير بس انفتح انا صدق وصلت ليفل جديد اشتري هاي بس لا ما مش هاي ها مات ها هذا اريد انزله شو الاصوات هاي 6/10 او ماي جاد يا اخي ماكو احد يقوم منكم انت ما تقدرين تنتظرين شوي لا اي ما تلعبين ان شاء الله لا تلعبين بذيك مالتي ما حد ياخذ ما حد 375 لا ما اقدر يلا اشتري هذا الاول كل الاول احنا كل شيء نشتري بالاول مع الأسف يعني علينا الله هذا هو طني حطها مع الأسف شنو هذا شو شيء جيد عم بي انت بس ها مدام انت اجيت جديد طيني وحط هذا هم راح ينحط اعوج ليش لان عندك ما ادري لو
يعني انا